صديقي العزيز، النهاردة موضوع مهم جدا عن الأفوميتر الشهير ده. لما تبص هنا وتلاقي الثقوب دي أو الجزء ده وتبقى مش عارف هو بنستفيد منه ايه او نستفيد منه ازاي، لما تشوف هنا المؤشر ده محطوط على ال HFE، وده بالمناسبة ناس كتير جدا سألتني عنه، ساعتها لازم اتكلم عنه ووضحه علشان كلنا نستفيد من المعلومة دي. بس لما نيجي نربط الاتنين دول بوضع الجرس او الانذار، يعني الصفارة، تمام، بال HFE بالجزئية دي بمين؟ بالترانزستور والدايود. بغض النظر على ان في حاجة اسمها دايود عادي ودايود شوتكي وموضوع كبير، الى ان كله بيرتبط بنفس الموضوع اللي هو ده، تمام. تعال بس كده نشرح واحدة واحدة. لما نيجي نتكلم عن ال HFE ونتكلم عن الجزء ده، لازم نذكر مع بعض هنا ايه حاجة مهمة. الحاجة المهمة دي مكتوب عندك هنا البي ان بي والان بي ان. ايه الكلام ده؟ ده بيدل على نوع الترانزستور، لان لما نربط الترانزستور اللي هو ده، تمام، بالجزء ده، يبقى لازم نتكلم بموضوع دقيق جدا. الموضوع مش مجرد انك هتظبط المؤشر على ايه وتحط الترانزستور فين ويقرأ لك ايه ويبقى انت كده صح. الموضوع مش كده نهائي. الموضوع محتاج منك علم فقط لغير، مش حفظ. مش لازم انك تحفظ ده بيركب فين وده بيتحط فين، لانك عشان هتحفظ ده وهتحفظ ده فالموضوع كبير والمجال واسع جدا جدا، فمش هتقدر تحفظ كل المعلومات دي. لكن لما تفهم وتركز هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا معاك. طبعا ان احنا المفروض نتكلم عن الترانزستورات. طالما احنا قلنا ان الترانزستورات نوعين، نوع NPN ونوع BNP، يبقى هنوضح الموضوع ده دلوقتي كويس. فاكر في الحلقة اللي احنا اتكلمنا فيها عن الترانزستور ووضحناه بشكل سليم جدا جدا، وكنا بنتكلم بكل حب وبكل قلب في الموضوع بتاع الترانزستور؟ احنا هنجيب الموضوع هنا مبدئيا كده يا صديقي. ما تستعجلش قوي في وقت الحلقه وتقول لي ان انت بتطول والكلام ده، لان مع احترامي الكامل لحضرتك، انت لو في محاضره او في كورس بتاخد كورس، فالمفروض اللي بيشرح لك لازم ياخد وقته وبراحته. مش ينفع ان انت تقول له لخص وخلص واعمل، لان انت في معلومه عارفها. انا عارف ان في معلومه انت ممكن تكون عارفها بس غيرك مش عارفها، فمع احترامي ليك انا مش عامل الفيديو ليك انت بس، انا عامل الفيديو ليك وللمبتدئين. فلازم كلنا نرحب باخواتنا المبتدئين وندي لهم مجال ان هم يتعلموا. الترانزستور زي ما حضرتك عارف احنا قلنا الكلام ده، فانا مش هكرره تاني، ولكن انا هدي نبذه بسيطه. احنا قلنا ان في حاجه اسمها بي ان بي وفي حاجه اسمها ان بي ان، ده نوع ترانزستور وده نوع ترانزستور. والبي بيرمز الى الموجب والان بيرمز الى السالب. البي اهو والان اهو، معنى كده ان بيقول لك بي ان بي، بي ان بي يعني موجب سالب موجب، وهنا العكس سالب موجب سالب، تمام. فاكر المره اللي فاتت لما قدرنا نفرق ما بين الترانزستور البي ان بي والان بي ان بالافوميتر، تمام؟ الموضوع ده كان بالافوميتر ايه؟ بالافوميتر الاوتوماتيك، ومعانا دلوقتي الافوميتر الديجيتال العادي. لما بتجيب هنا على وضع الجرس ومعلومه ممكن تكون ما تعرفهاش، على رمز الجرس لو بصيت هنا هتلاقي فيه اشارتين بيدل، واحده فيهم على رمز الجرس والثانيه على رمز دايود. رمز دايود اهو، رمز الدايود ورمز الجرس، ده معناه ان هو بيقيس الدايود وبيقيس الجرس في نفس الوقت، تمام. الجرس اللي هو الانذار، تمام، لمبه حمراء او صوت صفاره، تمام. لكن الدايود اهو بنفس المكان ونفس النظام بنجيب الترانزستور. دلوقتي انا معايا الترانزستور ده، عايز اعرف ايه نوعه، ايه نوعه من الاثنين دول. دلوقتي احنا نظبط مثلا الافوميتر على وضع ال HFE. اول ما هتظبطه هيظهر معاك الارقام دي وهيظهر معاك بالشكل ده. هنا في حروف A B C E، تمام، جنب منها مكتوب NBN، معنى كده ان الصف اللي من تحت ده، الصف اللي من تحت ده خاص بال NBN، تمام. الصف اللي من فوق خاص بال BNB، ونفس الحروف اللي موجوده تحت موجوده فوق في نفس المكان. لما بتقيس الترانزستور بتجيب مثلا وليكن الترانزستور اللي معايا ده، بغض النظر عن رقمه وبغض النظر على انك مش عارف هو انهي نوع، ليه ثلاث اطراف، تمام. الثلاث اطراف هنا لو بصيت هتلاقي فيه هنا سي واي وبي، تمام. البي في النص، البي هنا في النص والبي هنا في النص. طبعا احنا معانا اثنين، واحد منهم في ايديا اهو والثاني اهو. ترانزستور اهو، عايز اعرف هو من انهي نوع، عايز اعرف هو ان بي ان ولا بي ان بي. الترانزستور في ايديا اهو، وهروح مركبه مثلا في الان بي ان بالشكل ده، مفيش اي حاجه، اتاكد ان هو راكب كويس، مفيش برضه، تمام. خلاص هنشيله من مكانه ونركبه في البي ان بي اهو بالشكل ده. بدا يقرا معايا البيانات
وتمام، واصبح ان الترانزستور سليم ما فيهوش اي حاجه. والدليل على كده ان هو ظهر معاه ارقام وظهر معاه في نوع البي ان بي. البي ان بي، طيب يعني ايه بي ان بي؟ والدليل على كده ايه؟ الدليل على كده انك لما هنرفع الترانزستور من مكانه ونيجي على وضع الجرس، وضع ايه الجرس؟ وضع قياس الدايود. يعني معانا المجسين موجب وسالب اهو، تمام، ونفس الترانزستور برضه اهو اللي احنا قسناه واللي هو كان من نوع بي ان بي، معانا موجب وسالب، موجب وسالب. اصبح انك لما تربط الموجب والسالب دول بالان والبي، هنا اصبح ان الموجب اهو البي، الموجب ده بي والسالب ده ان. معنى كده ان لما هحط الان اللي هو السالب في الترانزستور في النص، في النص، انا بص هوسع الارجل تاني علشان يبقى واضح معانا في التصوير. بص يا صديقي اهو، الموجب هنا بيدي قراءه والموجب هنا بيدي قراءه، ممتاز. معنى كده ان انا حاطط السالب في النص اللي هو مثلا اكن حاطط السالب هنا وحاطط الموجب هنا فاداني قراءه، وحاطط الموجب هنا فاداني قراءه. اصبح الترانزستور ده من نوع بي ان بي، بي ان بي اللي هو قرا معايا فوق هنا لما ركبته. معنى كده ان الترانزستور ده من نوع بي ان بي، تمام. نركنه على جنب، نركنه على جنب. نيجي بقى بالترانزستور التاني ده. انا عارف انت بتسال نفسك سؤال، بتقول طب ولو الترانزستور بايظ مش هيقرا معايا، هعرف برضو ازاي ان هو من نوع بي ان بي ولا ايا كان؟ هعرف ازاي؟ هقول لك دلوقتي، ركز معايا بس، خلينا نخلص الجزئيه دي وبعد كده هننتقل للجزئيه الثانيه اللي انت عايز تعرفها. الترانزستور اللي معايا ده هنقيسه وعايزين نعرف هو سواء كان نفس ده ولا مختلف. بنرجع المؤشر على ال HFE. معنى كده ان ال HFE لها علاقه بتشغيل الافوميتر على الجزء ده. شفت يا صديقي الموضوع سهل ازاي؟ هنجيب الترانزستور ونركبه في البي ان بي، شايف؟ في البي ان بي مش مديني قراءه. معنى كده ان هو مش زي ده، ان هو مش زي ايه؟ مش زي ده، تمام. نرفعه من مكانه ونركبه في ال ان بي ان، قام مديني كام؟ 150. حلو، هتقول لي ايه بقى ال 150 وايه ال 320 وايه ال 400 وايه الكلام ده؟ الارقام دي نظامها ايه وظروفها ايه؟ هنا هقول لك انت بدات تفهمني وبدات تركز معايا، تمام. احنا كده عرفنا ان الترانزستور ده من نوع ايه وده من نوع ايه. نشيل الورقه دي كده ونركنها على جنب، تمام، ونيجي على حاجه ثانيه مهمه. طبعا لما تحب تربط الارقام اللي بتظهر لك على الافوميتر بالترانزستور وعاوز تفسر ايه سبب وجود الارقام دي وبتدل على ايه، طبعا ساعتها هنتطرف الى جوجل. ساعتها احنا عايزين نعرف من جوجل المعلومه دي. هو جوجل هيدينا المعلومه دي ازاي؟ هقول لك انا دلوقتي. الترانزستور معاك الترانزستور، الارقام اللي فيه عاوز انت تعرف بناء على الارقام دي ان الترانزستور سليم ولا غير سليم، تالف او غير تالف. مش المشكله في الترانزستور، المشكله في ان ممكن الترانزستور يكون مش متوفر عندك عشان تبدله، او ان المفروض انك شاكك في الترانزستور وعاوز تتاكد سواء كان سليم ولا لا علشان تشوف حاجه غيره، عشان توصل العطل بقى ونخلص ونقفل الجهاز ده ونديه لصاحبه ونشوف حاجه غيره، صح كده برضو؟ انا دلوقتي شاكك في الترانزستور، هفتح جوجل، تمام، وهمسك الترانزستور اللي انا شاكك فيه، تمام، وهكتب رقمه. في رقم هنا مثلا الترانزستور اللي معايا ده رقمه 351، ترانزستور 351. بمجرد ما هكتب 351 وهنا بيقول لك داتا شيت اهو، تمام، وهندور على موقع يكون منزل الداتا شيت بتاعي الترانزستور، وهندخل على الموقع. موضوع سهل وبسيط يعني، تمام. بمجرد ما تدخل على الموقع هتلاقي ظهر لك جميع المعلومات والبيانات الخاصه بالترانزستور اللي انت كتبته، تمام، رقمه 2L351. هتلاقي البيانات دي مكتوبه على الترانزستور بالحرف، مفيش حاجه متغيره. كل ما هتقلب هتلاقي معلومات. في حاجه هتلاقيها هنا ليها علاقه بال HFE وليها علاقه بالجزء ده وبالترانزستور اللي انت عاوز تعرف سواء كان سليم او لا، واهم حاجه ليها علاقه بالارقام اللي بتظهر معاك هنا. نركب الترانزستور تاني، تمام، ونقلب هنا لحد ما هنلاقي حاجه. ده دلوقتي كده البيانات اللي هي الخاصه بالترانزستور. لما هتكون ماسك الترانزستور وانت عادله كده هتقدر تعرف ده طرف واحد واللي في النص اتنين واللي من هنا تلاته. واحد هو مثلا الايميتري،
اللي في النص البيز اللي هو رقم 2 وكوليكتور اللي هو رقم 3. وبص المخطط بتاعه كمان على البوردة بشكل علمي، وهنا نفس الكلام. كل دي بيانات تتعلق بمين؟ بالترانزستور، وده شكله وكل حاجة. موضوع سهل يعني. ولكن في المعلومات اللي هنا دي هتدور على كلمة ال HFE. شايف الكلمة دي؟ هتلاقيها موجودة هنا. بص كده، شايف كلمة ال HFE اهي اهي. نقلل الإضاءة شوية علشان يظهر معانا كويس. بص يا صديقي اهي، شايف كلمة ال HFE اهي، تحت منها موجود ايه؟ من 80 ل 250. من 80 لايه؟ ل 250. يعني الترانزستور ده ما ينفعش ان هو يقرا معاك على وضع الاف الاتش اف اي اقل من 80 ولا ازيد من 250، ولكن هو بيقرا معايا دلوقتي 148. ده دليل على ان هو في المتوسط، لا هو في العالي قوي ولا في المنخفض قوي. تمام، ده دليل على ان هو ايه؟ ان هو سليم. طيب لما تلاقي فيه ترانزستور بيقرا معاك اختلاف اللي موجود، ما انت قلبت كده في الداتا شيت لقيت كلمه ال HFE اللي موجوده لك هنا، بما انك ما راكب المؤشر هنا وحاطط الترانزستور في المكان الصحيح بتاعه، جبت الداتا شيت بتاعته من خلال البيانات بتاعه، قدرت توصل لل HFE. جنب منها هتلاقي مكتوب 80.250 او كذا فاصلة كذا او كذا فاصلة كذا. المهم انت قدرت تعرف القدره المطلوبه للترانزستور ده. بدليل على كده ان الترانزستور اللي معايا جديد والقدرة بتاعته متوسطة، يعني كويس كده. انت قدرت تحدد الترانزستور سواء كان من نوع بي ان بي ومن نوع ان بي ان، وايه الفرق ما بينهم. ولو انت مش عارف الفرق ما بينهم وعاوز معلومات اكتر، انصحك تدخل تشوف الفيديو بتاع الترانزستور اللي انا هسيبه لك في الوصف، ده هيفرق معاك كتير جدا جدا. المهم كده احنا ربطنا جوجل بالترانزستور بالمعلومات اللي انت عايز تعرفها والكلام ده كله. تمام، اصبح ان ده ليه دور مهم جدا هتستفيد منه. طيب في مشكله هتقابلك، وهي ايه؟ وهي ان لما هيقابلك ترانزستور مثلا زي كده زي ده، تمام، اللي هو مثلا ده، لما يقابلك الترانزستور زي كده مش هتعرف تقيسه هنا، مع انه برضو نفس الكلام بي ان بي والكلام ده كله زيه زي ده، ولكن بيختلف من حجم لحجم ومن شكل لشكل. خلاصه الكلام ان في ترانزستورات مش هتقدر ان انت تدخلها هنا وتقيسها وتفحصها عن طريق الجزء ده. علشان كده هنا في حاجة اسمها الفهم والعلم. لازم لما يكون معاك المجسين كده وظابط على وضع قياس الدايود او الجرس، المفروض ان معاك الترانزستور كده بتعمل كده اهو، السالب في النص والموجب بيتحرك معاك يمين وشمال، هنا وهنا. طيب ده ما قاسش معاه غير على جنب واحد، ده دليل على ان ايه؟ ده دليل على ان ده مصفت. دليل على ان ده ايه؟ مصفت. طيب وده قاس معايا على الطرف ده وعلى الطرف ده، ولو عكسنا كده وكده مش هيقيس معايا. معنى كده ان ده ترانزستور. ترانزستور من انهي نوع؟ من بي ان بي. يعني ايه بي ان بي؟ يعني ده سالب اهو حاططه في النص، يبقى اصبح ايه؟ احنا كده هنحسبهم واحده واحده، ادي طرف 2 3، يعني كده ادي موجب سالب موجب. نقول تاني، بص على اللمبه، بص على الافو، موجب سالب اللي في النص موجب، يعني ايه؟ بي ان بي. اصبح ان الترانزستور ده من نوع بي ان بي. الدايت اهو، الدايت طبعا ليه موجب وليه سالب، ده السالب بتاعه وده الموجب بتاعه. الدليل على كده انك لو حطيت الموجب هنا والسالب هنا مش هيديلك اي قراءه، بينما لما توصل السالب في السالب والموجب في الموجب هيديلك قراءه. معنى كده ان الدايت ده سليم مفيهوش اي مشكله. دايت اخر اهو، موجب مع موجب وسالب مع سالب، وهيدي لك قراءة. تمام، نيجي على اخر نصيحة علشان نختم الحلقة ونخلص من الجزء ده خالص. شايف الورقة دي؟ المخطط ده لازم يكون عندك وتروح تطبعه في اي مكان وتلزقه جنبك كده في الورشة، علشان كل ما تبص عليه تفتكر، كل ما تبص عليه تفتكر لحد ما تلاقي نفسك فهمت الموضوع كويس جدا. وعشان كده هسيب لكم الصورة دي على صفحة الفيسبوك عندي ان شاء الله باذن الله في اليوم اللي هتنزل فيه الحلقة. اول ما تدخل على الرابط اللي هسيبه لك في الوصف بتاع صفحة الفيسبوك الخاصة بيا، هتلاقيني سايب لك الصورة دي بشكل واضح علشان تاخدها نسخ وتطبعها وتلزقها جنبك كده في الورشة وتبدأ تتعلم واحدة واحدة، وهتفهم الدنيا ماشية ازاي. وبكده اكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبك وتكون استفدت منه. كل اللي مطلوب منك بس انك تعمل لايك للفيديو وتعمل شير عشان غيرك يستفيد، واكد اشتراكك في القناة، واهم حاجة كمان اكد تفعيل زر الجرس
عشان توصلك كل المعلومات وكل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة. أحلى متابعين في الدنيا، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.